شكل الكرة كده بقت مصدر لوجع القلب والألم، أحمد رفعت وبعديها إيهاب جلال. الضغط العصبي والنفسي ممكن يؤدي لرحيلك على الرغم من إنك بتشتغل في حاجة ترفيهية من الدرجة الأولى. يوسف حسن ضحية جديدة من ضحايا الكرة المصرية، يا ترى قال إيه وإزاي مش عارف يصرف على أهله؟ تعال نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على المصرية. علق يوسف حسن لاعب نادي الزمالك على حديث المعلق بلال علام اللي أشاب مستوى اللاعب قبل تعرضه للإصابة اللي أدت لغيابه شهور عن الملاعب، وعلى الرغم من إن اللاعب كان مترشح إنه يبقى في الفريق الأول لكرة القدم بسبب أزمة المهاجمين اللي شفناها خلال الفترة اللي فاتت في القلعة البيضاء، لكن كل حاجة حلوة مسارها بيتغير. بلال علام خلال لقاء الزمالك والشرطة الكيني في دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية قال: يوسف حسن مشروع مهاجم كبير، وأنا بناشد إدارة النادي إنها تلتفت للاعب، ولو كان بيسمعني عايز أوجه له رسالة: أنت لعيب كبير، شفتك في البطولة العربية لعيب جامد، ركز وإن شاء الله تاخد فرصتك الفترة اللي جاية. طبعا يوسف حسن ما فوتش الفرصة دي واتكلم ورد على بلال علام، لكن الرد كان غريب جدا وبيشوبه حاجات كتيرة وشكوك أكتر. قال بقى في رده على ستوري في حسابه الرسمي على الانستجرام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مش لازم يجري لي حاجة من الافتراء اللي أنا شايفه وكتير عارف بيه وساكت عشان تقولوا يا ريتنا. أتمنى إن ربنا ينور لكم بصيرتكم، عشان النهاردة دنيا وبكرة آخرة، مش لازم كل يوم أكسر نفسي وأعيط للناس إني ما بقتش عارف أصرف على أهلي بسبب قرار عاطفي خدته. يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شكرا للمحترم بلال علام، وأتمنى من الله التوفيق وما باليد حيلة. رسالة مؤثرة جدا من قائد منتخب مصر للشباب في وقت من الأوقات. يوسف حسن تقريبا كده مستقبله بيتدمر قدامه، وده بحسب رسالته وكلام بعض المقربين منه ان ادارة نادي الزمالك ما بتردش عليه بقالها فترة، وده كلام اللاعب نفسه ان اتقال له قبل كده ان مفيش فلوس في النادي وانه مش هيقدر يعمل العملية وانه هو ما عندوش اصابة مزمنة. كل الحكاية ان اصابته اتجددت بعد ما راح للمنتخب الوطني، وده بيحصل مع اي لاعب في العالم، لكن ادارة الزمالك لحد دلوقتي لا حد اتواصل معاه ولا كلمه عشان يحسم مصيره النهائي سواء بالبقاء في الفريق او انه بقى يشوف له عرض يقدر من خلاله يصرف على اهله وعلى نفسه. زي ما قلنا لكم الكرة في مصر بقت مدعاة للألم. تفتكر بقى إدارة الزمالك هتتحرك بعد رسالة يوسف حسن ولا كأنهم شافوا حاجة؟ قول لنا انت بقى رأيك في الكومنتات.